الرادار. رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم حتى ال 11 في الرادار. بشكون معنا مدام منيا مراد مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اليوم نحكي والخدمات الرقمية بالنسبة للسي ان اس اس. تبعونا بانتباه هكيك الناس اللي ما تعرفش هكيك تتعرف على شنو الخدمات الرقمية اللي تنجم انت تقوم بهم باش تتحصل على الخدمات السي ان اس اس. اهلا وسهلا ومرحبا بك مدام منيا. صباح النور. به نعاودوا الاتصال مرة أخرى بمدام منيا مراد. كما قلنا الخدمة الرقمية اللي توفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اليوم برشا في اللي يسمعوا فينا عنده برشا من الخدمات اللي حاب يتحصل عليهم السي ان اس اس، يقول لك أنا ما نلقاش وقت، أنا ما عنديش الوقت، ما فماش الوقت الكافي باش نتنقل لإحدى المكاتب الجهوية للسي ان اس اس. اليوم السي ان اس اس تحط على ذمتكم خدمة رقمية تسهل بها الأمور، تسهل بها كل الحاجات اللي أنتم تطلبوها وما تحبوش ولا ما تلقاوش الوقت باش تتنقلوا. معنا مدام منيا مراد، رحبوا بها من جديد. اهلا وسهلا مدام منيا. صباح الخير لكم ولكل مستمعي مستمعات اكسبريس اف ام، وشكرا على الاستضافه. مشكوره جدا على التدخل معنا. اذا كي نقولوا خدمه رقميه للسي ان اس اس، فاش تتمثل للناس اللي تسمع فينا كيكا تاخذ اكثر فكره؟ داكور. اليوم باش نحكيوا على الخدمات عن بعد اللي يديها الصندوق المنظورين. هو في الحقيقة الخدمات هذية جات في إطار تدعيم الإدارة الإلكترونية اللي بدورها تهدف لتقريب الخدمات، تحسين جودتها، تخفيض أجل صرف المنح والدرايات، تبسيط وتسهيل الإجراءات، وإرساء شفافية في المعاملات ما بين الصندوق وبين منظوري. دونك هالخدمات هذه شملت مجال المؤجر مجال الأجير. بنشوفوهم تباعا. دونك مجال المؤجر تم تخصيص فضاء للمؤجر ببوابة الصندوق اللي يتم الولوج إليها عبر الرابط www.cnss.in، وتمكنوا من ثلاثة حاجات. ثلاثة حاجات هذوما شنوب؟ اولا ايداع التصاريح بالاجور عن بعد، ثانيا خلاص المساهمات المستوجبه، ثالثا استخراج شهادات الخلاص ليزاتيستاسيون دو سولد اللي يطلبوها المؤجرين باش يدخلوا في المناقصات، باش يشاركوا في المناقصات، باش يخلصوا في لي دي كونت انتير. دونك ثلاثه خدمات هذوما يقدمهم الصندوق عن بعد. باش نشوفوهم بالنسبه لايداع التصاريح بالاجور، يتم اعتماد طرق تقنية هي يختار منها المؤجر. ينجم يستعمل شهادة المصادقة الإلكترونية ID Trust، وإلا يتم استعمال شهادة مصادقة افتراضية ديجيجو باش يتم إيداع تصاريح بالأجور. ثم خلاص المساهمات ينجم المؤجر يقوم بإيداع التصاريح، ومن بعد في الخلاص ينجم يعمل تحويلات بنكية أو بريدية، كما ينجم يواصل معناها الخلاص بطريقة إلكترونية اللي هو الإذن بالاقتطاع. كيفاش يتم الإذن بالاقتطاع هذا؟ يتم تحميل الإذن بالاقتطاع من المنظومة، يتم تعميره ويتم إمضاؤه من طرف المؤسسة المالية اللي يتعامل معاها المؤجر، ويتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني للمكتب المختص ترابيا. وفما موجودة على البوابة العناوين نتاع البريد الإلكتروني نتاع البيروات الكل موجودين في البوابة. هذا بالنسبة لخلاص المساهمات بالنسبة للمؤجر. بالنسبة للعمل المستقلي ينجم يخلصوا عبر البطاقة البنكية أو عبر الهاتف الجوي بالليتروز اوبيراتور اللي عندنا. واضح. تيليكوم ولا أورانج ولا تونيزيت، كل واحد عنده كود معين. نعطيك إكزامبل، مثلا تيليكوم يضغط إتوال 127 دي إف، وكلهم هذوما اللي كود كل موجودين على البوابة. باهي. هذا الصنف الثاني. تونسينا بالخارج يمكن زاد الصندوق اعطاهم زاد امكانيه الخلاص عن بعد عبر البطاقات الدوليه اللي عنده. دونك هذا بالنسبه للمؤجر. قلنا
معناها هذم الخدمات عن بعد اللي يوفرهم الصندوق، وانا بمناسبه هالاستضافه هذه نحب نعمل نداء لكافه المؤجرين باش ينخرطوا في المنظومه هذه اللي نو سولمون توفر لهم الوقت وتعفيهم من مشقه التنقل للبيروات والاكتظاظ وكل، هي عندها زاده دي بوان بينيفيك. وتنشوفوا احنا المؤجر حتى اللي يمر بصعوبات ماليه وما قادر باش يخلص المساهمات نتاعو المستوجبه في اجالها القانونيه، المنظومه هذه تمكنوا من ايداع التصاريح بالاجور فقط، ومن بعد وقت اللي تتفرهد اموره وينجم يخلص ينجم يختار الطريقه اللي يحب عليها ويخلص بها. وهالطريقه هذه تمكنوا من حاجتين، الحاجه الاولى كيف يتم ايداع التصاريح بالاجور في اجالها القانونيه، من بعد عند الخلاص نسبه الخطايا تكون 1% فقط، 1% فقط. اي واحد وزيد تعطيه امكانيه اخرى هي تحميه وما تخليوش يتعرض للتوظيف الحتمي. ودونك هذوما حاجتين بينيفيكو، على ذاك احنا ندعي من المنبر هذا باش ينضموا كافه الاجراء للمنظومه هذه، ورانا حاطين معناها حتى اي اشكال يطرا في 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 وسط عمليه معناها التصريح هذه، حتى الصندوق حط على ذمه المؤجرين مجموعه من الاطارات المتكونه في الميدان هذا، موجوده عناوينهم الالكترون الايميل نتاعهم الهواتف نتاعهم باش يوجهوهم باش يحلوا لهم اي اشكال ينجم يطرا في عمليه التصريح ولا الخلاص. واضح. ما عندهم حتى عذر، ينجموا الناس الكل تنضم الكل لهالخدمات الرقميه هذه اللي كنت تذكر لنا فيها. مشكوره جدا مدام. سامحني مازال مجال الاجير، خاطر الصندوق فكر زاده في الاجير وخصص له فضاء ليه زاده كيف كيف على نفس البوابه، ويمكنوا من الاطلاع على المعرف الوحيد نتاعو ونتاع عائلته، الاطلاع على كشف الاجور واستخراجها، متابعه وضعيه ملفات القروض. بالنسبه للجرايات زاده ينجم صاحب الجرايه يطلع على وضعيه ملف الجرايه، متابعه استخلاص الجرايات، الاطلاع على الجرايه التقديريه ينجم ياخذها، كذلك استخراج رسم الجرايه وشهاده الانتفاع بجرايه وشهاده التصريح بالدخل. دونك هذا بوكي كامل نتاع خدمات يوفرها الصندوق لاصحاب الجرايات والاجراء بصفه عام. واضح. مشكوره جدا مدام منيا مراد مديره الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الحوار كامل تلقاوه على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام، هكيك فسرت لنا شنو اهم الخدمات الرقميه للسنسيس لكل اصناف المنخرطين في الصندوق. مشكوره جدا مره اخرى. احنا مازلنا